مساء الخير واهلا وسهلا بالحلا كله. اهلا، ايه الحلاوه دي؟ ميرسي. ده حلاوه لوك جديد يعني تغيير كويس بس حلو، كتير حلو. الحمد لله. قد ايه بتحرصي سلوى عند اي دور جديد انك بدي تغير، بدي طلبي شكل جديد، بياخد حيز من اهتمامك الموضوع؟ طبعا مهم جدا، لانه يعني كل شخصيه ليها مكونات وليها شكل، فلازم يعني ابقى حريصه على انه الشكل يوصل برضو، لانه اول انطباع صح. يعني اول ما بتشوفي الشخصيه بتقولي فيها ملامح الشخصيه، لكن بعد كده متعرفي عليها بقى من طريقه الكلام والمشي او التفاصيل التاليه. كله معتمد على التفاصيل، الفن كله هي كل الحياه واقفه على التفاصيل. ايوه طبعا، هي عباره عن تفاصيل والله عن تفاصيل اللي هي بتعمل الاهم والاكبر. طبعاً.